مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده وبوضوح. النهارده يمكن احنا في حلقه على الهواء مباشره. خلوني في الاول قبل ما ابدا موضوع حلقتنا عايز اقول يعني اخبار بشوف انها اخبار ساره جدا بالنسبه لقناه الحياه. قناه الحياه الحمد لله مؤخرا تم التعاقد بينها وبين ويا قناه من كبرى القنوات، القناه رقم 1 في مصر، تعاقدت مع شركه من كبرى شركات الاعلانات، شركه دي ميديا، واصبح هناك علاقه اعلانيه قويه جدا مع شركه دي ميديا، اصبحت هي الوكيل الاعلاني لقناه الحياه. يمكن هذا التعاقد يعني عامل ردود افعال جميله جدا في السوق الاعلامي والسوق الاعلاني، لان هذه مرحله مهمه جدا ان شاء الله الفتره القادمه. الحياه يعني رغم انها ناجحه نجاح باهر هتشهد نجاح اكبر ان شاء الله. هتشوفوا تغييرات كتيره جدا في الشكل وفي المضمون، هتشوفوا تطور جميل في الديكورات وفي البرامج، في الكواليتي بتاع الصوره اللي طالع. ان شاء الله هذا التعاقد يكون بدايه انطلاق جديده للحياه عشان تستمر زي ما هي رقم 1 في مصر. فمبروك لقناه الحياه ومبروك لشركه دي ميديا اللي احنا بنسعى جدا بتعاقدهم مع قناه الحياه. طبعا احنا في الحياه في رمضان زي ما كنا بدانا قبل كده بنحتفل وبنحتفي باهم الاعمال التلفزيونيه المتميزه اللي اثرت الشاشه. والحقيقه احنا كنا حريصين جدا في الحياه في رمضان ان احنا ننتقي جدا المسلسلات اللي بتعرض عندنا، انها تكون اعمال شكلا جيده جدا ومضمونا جيده جدا، وبتحوي اهم وكبار النجوم اللي هم ليهم شعبيه وجماهيريه كبيره جدا لدى المواطن المصري. عشان كده الحقيقه من اهم المسلسلات اللي اتعرضت وحققت نجاح كبير جدا سواء على المستوى الاعلامي وايضا الاعلاني وعلى مستوى الريتنج وعلى مستوى المشاهده، مسلسل الميزان. الميزان حقق نجاح كبير جدا، ويمكن انتاجيا هو مسلسل ناجح بكل المقاييس. الحقيقه المنتج الكبير طارق الجنايني انفق عليه بشكل سخي جدا وفي محله، اخراجا يعني اكثر من رائع، تمثيلا نجوم كبار جدا عملوا وقدموا يعني بمهاره شديده جدا، عملوا ملحمه جميله جدا. فالحقيقه كان عندنا كل العناصر الفنيه متكامله في هذا المسلسل. عشان كده النهارده احنا بوضوح وفي قناه الحياه بنكرم ونقيم ونحتفي بهذا المسلسل الجميل الميزان اللي حقق نجاح باهر في رمضان اللي فات. ومعايا نجوم العمل اللي برحب بيهم وسعيد جدا بوجودهم معايا. اهلا وسهلا المخرج المتميز ومش اول مره الحقيقه نكرمه، احمد خالد موسى مخرج العمل ميزان. اهلا بيك، مبسوط جدا. النجمه الكبيره غاده عادل، نورتينا يا غاده وشرفتينا وسعداء جدا. بس حدد كبيره سن ولا ما مقاما احسن ما تبقي قديره، لما تبقي قديره هتبقي كبيره قوي بقى. يعني مبروك يا غاده، اسعدتينا جدا وبجد سعداء جدا بوجودك معانا النهارده. النجم الجميل احمد العوضي اللي امتعنا جدا في مسلسل، اهلا بيك. اهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا. والسيناريست المعروف باهر دويدار، اهلا بيك. مش اول مره نتقابل مع بعض ونحتفي برضو باعمال متميزه جدا. خلونا نشوف تقرير اعده زملائنا في الاعداد عن الميزان وبعدين نبدا حوارنا مع ضيوفنا اللي مشرفنا النهارده. الحلقة الأولى شعار رفعه صناع مسلسل الميزان الذي حقق الميزان مسلسل بوليسي من أول حلقة. لسه بقول أحمد أو إحنا يمكن قاعدين بره في الكواليس، من أول حلقة شدنا. وبعدين في نوعيه من الاعمال ممكن جدا يبقى نفسها قصير، يعني اول حلقه تبقى كويسه وتاني حلقه كويسه، العشره كويسه، ال11 بقى تبدا تخستع بالبلدي كده ويبدا ايه خلاص بقى، وممكن البوليس يقلب كوميدي. لكن الحقيقه انتوا قدرتوا تحافظوا على الايقاع سريع جدا طول الحلقات وكمان السسبنس مستمر. احكي لي بقى البدايه جت ازاي. والله البدايه لما بها بعت لنا الورق، كنت انا وطارق يعني قعدت الاول انا وجنايني الاول، يعني ما كانش في موضوع، كنا متفقين ان احنا نشتغل سوا السنه دي. وبعدين بها بعت الموضوع بتاع المسلسل، فهو كان مختلف قوي. يعني يمكن انا قريته اول 4 حلقات شايفه قوي، بعدين لما حصل الاعدام اللي هو بتاع شريف مختار ده بقيت لا عايز اكمل المسلسل لحد الاخر. وكان في ميزه ان بها كان كاتب تقريبا درافت من ال30 بشكل مبدئي، يعني كانوا تقريبا ال30 موجودين، فكان عندك ميزه ان انت مش هتكتب بقى وتقعد تستنى الحلقات فتشتغل. اصل عارف انت الظروف اللي ساعات بتحصل في رمضان ان انت ايه، اصل الحلقه جت فصورناها كده ما لحقناش نشتغل عليها. الميزه ان انت الماضي معاك ال30، فانت براحتك بقى تبدا. يعني المسلسل ده ال30 حلقة مكتوبين من البدايه؟ هم كانوا مكتوبين بس احنا تقريبا هديناهم كلهم من الاول وقعدنا اشتغلنا عليهم من الاول وجبنا احداث. مثلا كانت اول 10 بقوا اول 6 واخترعنا خطوط جديده وفتحنا مناطق جديده، ده اللي خلى المسلسل ايقاعه سريع. يعني وده الميزه ان انت بتقدر تشتغل عليه، ان انت كل ما بتعدل، حتى لو انت بتتفرج دلوقتي ممكن تقول
يا لو كنت عملت كده ويا، فانت طول الوقت لما بيبقى معاك وقت زياده اكيد بيبقى شكلك احسن. فاعتقد ان احنا يعني وصلنا للايقاع ان احنا كنا بنشتغل على كل حلقه لوحدها، يعني ان الحلقه نفسها تبقى مبسوطين منها مش ال 30 على بعض كمان. فاعتقد ده كان يعني باين مع الناس، وكنت حتى دايما بقعد اتكلم ان احنا ان شاء الله هيبقى نفسنا طويل يعني الناس. غاده اختيارها ازاي جه في دور نهى المحاميه؟ والله غاده، بص انا من الاول لما جيت اشتغلت من الاول قبل ما افكر حتى في كونسبت غاده، الفكره ان انا كنت عايز حد يبقى مش نمطي في الدور، يعني الفكره انه انا اتعب معاه ويبقى الموضوع بالنسبه له مستفز، يعني ما يبقاش من الناس اللي هو بسهوله جدا تعمل المحاميه. وفي نفس الوقت غاده يعني انا اتكلمت مع مامتي بصراحه، يعني مثلا يعني من ضمن الحاجات كنت بسالها مثلا ايه رايك في غاده مثلا، افكر فيها انها البطله بتاعتي وكده، فلقيت عندها شعبيه جباره عندنا في البيت، الناس كلها بتحبها مثلا اخواتي ومامتي ومراتي وكده. فجيت بعد كده انا كنت شايفها في الدور، على الرغم ان كان في ناس كتير قلقانه من فكره ان غاده، انا نفسي كنت قلقانه من الدور، قلت ايه الدور ده يعني ايه انا محاميه، يعني حسيت ان انا ابعد ما يكون عن الدور بالظبط. وهو ده اللي كان يعني انت لما جالك قالوا لك احنا بعت لك السيناريو والاجر كويس كبير قوي يعني انا من الاول خالص لما طارق كان كلمنا في الاول خالص واحنا اول ما خلصنا العهد على دور على شخصيه محاميه وورق محاميه، من الاول خالص انا رفضت ان انا اعمل فكره محاميه، وده كان من البدايه اللي خلاني امشي من المشروع الاولاني اللي هو كان فكره محاميه بس ما كانش ده. لما عرضوا عليا تاني مره لما جابوا الورق بتاع باهر، ما كانش ده الورق اللي عندي في الاول، بس كان محاميه برضو بس كونسبت تاني خالص، يعني محاميه من نوع تاني. محاميه اصل في منكم مليون شخصيه محاميه بمليون طريقه مختلفه. لما اتبعت لي الورق ده المره دي وكنت انا مسافره وبعتوا لي وانا بره وقريت اول كام حلقه كده، انا كمان اتخضيت وحسيت ان المحاميه المره دي معرفش ليه، برغم ان انا خايفه منها ومش عايزه وعايزه اقول لا، بس في حاجه جوايا مستفزاني. بس لقيت اول خمس حلقات كان الموضوع بيخلص. فكلمني احمد قال لي انا عارف انت خايفه من ايه، هو كل خمس حلقات خلاص شريف مختاره عدم وانا خسرت القضيه والموضوع خلق، اول خمس حلقات دوري ولا ايه؟ انت عارف ان الناس كانت معتقده انها الحلقات كلها المورال بتاعها انها بتدور كيف ازاي تبرر شريف، انا لما قريت عدم انا كمان هيكملوا في ايه بالظبط. ما انا بقول لك ده من النقط اللي عجبتني جدا، انا برضو اول ما قريت الحلقات اول مره لما اتبعت لي السيناريو فكنت فاهم ان ال 30 كلهم عن القضيه، لما اتعدم انا حبيت المسلسل، يعني بقت طاقتي ليه مختلفه خالص، فبقى رجعت تاني اقرا من الاول ان انا خلاص بقيت عارف ان الراجل ده هيتعدم، هي دي ده الكونسبت، ان دي المفاجاه بالنسبه لي. بعدين بقت الخطوط فكره انه كمان مست ان هو ما كانش زي ما يسموه وان مان شو كده، ان هو انا زعلان منك بصراحه. بيقول لي هقول لك بصراحه انت تعدم يعني بصراحه راجل بنحبه جدا دكتور اشرف زكي العظيم الجميل دوت الفنان أيوة. الكبير تعدمه من اول خمس حلقات والله يا ابو جيل، دكتور اشرف ازاي تقبل حاجه زي كده وانت نقيب ممثلين؟ دكتور نهار يقول لي جبت لي اداب خاطر الاستاذ احمد خالد كل حاجه تقول والله هو كان مضايق وجينا في البيت فشكك منه وكده. اولا انا بهنيك يا دكتور اشرف بجد، انت امتعتنا بدورك وادائك الرائع لشخصيه شريف مختار، انت كنت قد ايه جميل متميز كعادتك بصراحه، بس فعلا الدور. بس عايز اسالك سؤال، هو مين شريف مختار؟ لا ده شخصية من لا 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 ما تقوليش شخصية درامية، أنا عايزك تقولي مين شريف مختار دلوقتي أو في الماضي القريب. نعم مين شريف مختار يا دكتور أشرف؟ أنا أعرف المؤلف قاعد معاك يا دكتور أشرف. طب هسألك سؤال، شخصية شريف مختار موجودة في مجتمعاتنا يعني؟ موجودة شخصية أنتوا قستوا عليها؟ بس هقول لك على حاجة، الجديد إن المؤلف استطاع إن يخلي ان الرجل الشارع يتعاطف مع رجل الاعمال جدا، يعني تعاطفوا معاه، يعني دايما بتبقى النظره شويه لكن الناس تعاطفت وبقت نفسها الدليل يبان وخد اعدام سايب عليهم، ده الجديد يعني في الموضوع. بس انت لما جالك الدور يعني قبلته على طول ولا فكرت فيه؟ لا الاستاذ احمد خالد كلمني قال لي بص انا عندي دور ست حلقات بس اخليك حديث مصر كلها. قلت له يا استاذ انا عملت معاك قبل كده مشهد، يعني ده ست حلقات ده كتير جدا يعني. انا بثق جدا جدا في الاستاذ احمد خالد جدا. وبعدين لما تبقى النجمه بتاعتنا بقى يعني غادة عادل يعني يا قمر ابيض يعني يا سعد يا هنايا يعني حبيبي يا دكتور يعني احنا بطول يعني ربنا يخليك وكلهم كانوا موفقين. بصراحه دكتور اشرف الناس كلها كانت متعاطفه جدا معاك لدرجه ان انا اظن ان الناس كلها لما قالت جت في لحظه تفكر انها هتسيب القضيه لما الاستاذ سناء شافعي قال لها لا ما تاخديهاش وبعدين هي صممت تاخد القضيه، انا حسيت كنت قاعد وسط الناس يقولوا ايه لازم تقبل قضيه مع الراجل الحرام يروح كده، يعني الناس كلها عندها اعتقاد ان هم متعاطفين جدا معاك في الدور، وده شيء كان في حد ذاته معناه انك انت اديته بشكل جميل.
تعاطف الناس مع رجل الاعمال ده جديد. يعني رجل اعمال برضو التلفزيون يعني في الفتره بيصور رجال الاعمال شويه بسلبيه. يعني هنا كان في يعني استاذ ديودار مصور بطريقه ثانيه وقدر يعمل لغه اخرى وعمل جذب. الحقيقه المسلسل يعني انا شرف لي ان انا اشارك فيه. يعني شرف لنا يا دكتور ان احنا معاك. يعني السؤال التقليدي اللي انا بساله لك كل سنه دكتور اشرف بعد كل رمضان وبتجاوبني اجابه صريحه واضحه جدا. تقييمك ايه لاعمال رمضان السنه دي؟ والله كويسه جدا. مالكش ملاحظات يعني زي السنه اللي فاتت؟ يعني لا يعني في اكثر من 12 13 مسلسل يعني متميزين جدا جدا جدا. يعني لدرجه ان احنا في النقابه بنفكر نعمل احتفاليه كده لتكريم الدراما المصريه هذا العام. جميل جدا. طب ايه السلبيات اللي شفتها السنه دي في رمضان؟ والله بص مش هقدر اقول لك سلبيات قوي، بالعكس، لان كان النجوم بتوعنا نازلين بكل قوتهم، شباب جداد، طلبه وخريج المعهد كانوا شغالين بشكل كويس. السلبيات ده من وجهه نظرنا احنا بقى بعض الناس اللي اشتغلت طبعا بدون تصريح، ودي عملت لنا شويه مشاكل في النقابه. برضو ما زلت نفسي ان احنا نحب بلدنا في اعمالنا، يعني برضو ما نظهرش بلدنا يعني بكل السلبيات اللي احنا بنظهرها دي. يعني دي امنيه حياتي. كان في سلبيات كتير، يعني كان في شويه البعض انتقد شويه بعض الاعمال وقالك ان هي يعني بتبرز السلبيات اكتر من اي ايجابيات. انت متفق مع الراي ده؟ لا مش متفق قوي. يعني ما لا، في اعمال كانت ايجابيه كتير قوي واعمال متميزه وعوده لنجومنا. يعني ما نقدرش نقول ان الدكتور يحيى السنه دي كان عملاق، ومعاه يعني الاستاذ نبيل حلفاوي ومدام هنا صدقي، الساحر محمود عبد العزيز، بالاضافه طبعا للزعيم. يعني كل يعني انا كنت سعيد جدا بعوده قويه للدكتور يحيى الفخراني. صحيح صحيح. ومدام يسرى يعني صحيح. لا كنت سعيد جدا والنجوم بقى الجداد والشباب، وبعدين اهم من ده كله عوده غدا عادل. يعني طبعا طبعا. يعني يا دكتور أول مرة انا اسفه يا دكتور، انا جبت لك الاعدام والله مش ذنبي. احنا كنا بنضيع المذكرات. جوزك السبب مش انت السبب. وعايز اقول لك على حاجه يا دكتور عمرو، بعت لها رساله وقلت لها ان انا مزنوق في 50 جنيه ما عبرتنيش. في 5000 جنيه. وهو في القفص وانا واقفه بترافع وبعت لي رساله على التليفون، انا مزنوق في 5000 جنيه. هو بيخلق جو جميل جدا مالح في التصوير. انا بهنيك يا دكتور اشرف، ويعني شكر جدا. ولازم بقى قريبا نلتقي ان شاء الله ونقعد نتكلم مع بعض، وبهنيك مره ثانيه. الف مبروك. شكرا جدا. مع السلامه. شوف مشهد بقى الدكتور اشرف مع غدا. يعني مباراة في الأداء. أنا عايز أعرف أنت فكرت فكرة إزاي؟ عايز تعمل حاجة بوليسي ولا؟ يعني كان الفكرة بادية بإن أنا بندور على حاجة سسبنس. هي التحدي اللي بيبقى قدام أي مؤلف في السسبنس أو القايم على جريمة، إنه الجريمة ما تحتملش إنها تعمل 30 حلقة، وإحنا في الدراما التلفزيونية خلاص بقينا ملتزمين بال 30 حلقة علشان رمضان. فبيبقى التحدي دايما إنه فين الخطوط اللي جنب أو بالتوازي مع الجريمة دي تقدر تعمل معاك ال 30 حلقة. اللي بيقول عليه أحمد إنه إحنا قد يكون في الأصل القضية قضية اختفاء ومقتل لينا الشربي. لكن هو احنا ضحكنا على الناس شويه بقضيه شريف الاول، خدنا قضيتين، بقى المسلسل حوالين قضيتين مش قضيه واحده، ماشيين بالتوازي وبيقابلوا بعض. والشخوص اللي حوالين القضيتين هم دول كانوا اكتر حاجه ممكن تعمل موضوع يكون فيه ثراء بالنسبه للمتفرج، ما يبقاش بس الموضوع انه في جريمه واحنا بندور على مجرم، لانه ده ايقاعا بيبقى فيه مشكله كبيره الحقيقه. في اسقاط سياسي في المسلسل؟ انا بتهيالي انه هو زمن الاسقاط انتهى خلاص، الناس بقت بتقول الحاجات صراحه، يعني ما بقيناش محتاجين نسقط، اللي عايز يقول حاجه بيقول، لكن احنا بنحاول نقرب للواقع قدر الامكان. ربما تكون قضيه. انا سالت الدكتور اشرف شخصيه شريف شخصيه بالواقع، فالمؤلف عندك يرد على السؤال. لا هي مش شخصيه واقعيه. رد على السؤال بلا صراحه. مش شخصيه واقعيه بدليل انه حتى لو في اوجه شبه بينها وبين شخصيه واقعيه فالمصير مختلف. لانه احنا ما شفناش رجل اعمال
تم اتهامه في قضيه وتم اعدامه. فالشخصيه بس الدوائر اللي هو مرتبط بيها في المسلسل الدوائر كلها دوائر سياسيه وفي وونتد مطلوب يعني. ربما يكون اي مؤلف في النهايه بيتاثر بالواقع اللي حواليه فيعني ينفع يبقى ده بيأثر عليا وانا بنختلق هذه الشخصيه، لكن انها تكون شخصيه متاخده من الواقع زي ما هي لا مش حقيقي. وحتى احنا سالنا ده قبل ما المسلسل يتعرض وقلنا بشكل قاطع ان احنا مش قاصدين حد بعينه، لكن طبعا الاحداث اللي بتحصل حوالينا بتاثر فينا وبتاثر في طريقه تفكيرنا. وده مش بس في الشخصيات اللي ممكن تبقى مشهوره، يعني مش بس رجل الاعمال، ممكن المحاماه دي تبقى حد شافه باهر او الضابط او المذيع. يعني ما احنا برضه لو كملنا على قصه احمد فهمي برضه ممكن يبقى برضه في نفس الاشكاليه. طبعا احمد فهمي احنا كنا نحب يكون معانا النهارده بس شكه برضه انه مقصود اعلامي معين، عشان احمد بس حصل له ظروف خارج عن ارادته فما قدرش يبقى موجود معانا النهارده، بس هو بيتاسف جدا وكان نفسه. نتمنى طبعا ان شاء الله الامور تعدي على خير ان شاء الله باذن الله. دور ضابط الشرطه يا احمد انت عملته، كنت عملته بشكل جميل جدا الحقيقه، كلمني عنه اكتر. هو دور استاذ احمد خالد كان كلمني عليه، انا كان نفسي اشتغل مع استاذ احمد خالد من ساعات بعد البدايه، فكنت انا بعمل مع غدا العهد واستاذ احمد كان بيعمل بعد البدايه، فكلمني عليه في الميزان ان هو الدور اللي هو هشام مع باسل. فدور الضابط بالنسبه لي كان صعب جدا لان هو ما كناش عايزين ناخده من الحته النمطيه اللي هو طول الوقت بنشوفه اللي هو بشنب وبنضاره ريبان والحاجات دي كلها. فاستاذ احمد قعد معايا وكلمنا في ان احنا لازم عايزين نعمله بشكل مختلف، يعني بشكل اقرب شويه للي هو الضباط الحقيقيين، وخصوصا ان هشام كان اللي هو مثال للضابط اللي هو يعني اللي هو بيطبق القانون وان هو واقف ضد صاحبه واقف مع الحق وكده. بس هو كان صعب، يعني هو كان صعب خصوصا في نبره الصوت لان انا كنت عامل نبره كده معينه في كانت ازاي النبره فكرني كده بيها؟ خالد بيه. فالنبره دي عشان طول الوقت محافظ عليها في 30 حلقه. انت عملت ايه؟ اصل انا خدت بالي على فكره. ايوه من صوتك. ادي انا فاكر صوتك كده، يعني انا فاكر انك انت لا يعني من ضمن الحاجات اللي معانا يعني جت معانا كده كمان باي لك ان احمد اصلا اصحابه معظمهم ظباط، فانا قلت له روح افضل قاعد معاهم كتير وتعالى وريني ايه الحاجات مثلا اللي عجبك واقول لك دي حلوه نكمل بيها، لا دي مش حلوه طب تعالى نكمل. لدرجه ان احنا بعد ما عرضنا خرجت انا معاهم مرتين فبدات اشوف الشخصيات اللي هم اصحابه الحقيقيين اللي هو واخد، لا هو واخد من ده شويه الكلام، واخد من ده المشيه، واخد من ده، فاهم قصدي؟ لان هو كان ساعات بيجيب حاجات مثلا اقول له لا دي هتبقى زياده فكمان ممكن تبقى مش حلوه، طب اعمل دي مثلا زودها هنا. فلما بقيت اشوفهم كحيين فبقيت حاسس ان انا شايف خمسه احمد العوض. النبره دي موجوده. اول مشهد عملته معايا في المحكمه الاستجواب قعدنا الاول في كروان عملنا بروفا ان هو بنراجع يعني الحفظ مع بعض، وبعدين دخلنا في المحكمه. انا عايز اقول لك ان انا اول مره رديت على لما جيت بقى في البروفا الفاينل قدام المخرج بقى انا اول مره اتكلم انا اتخضيت، انا ما شفتوش وهو بيمثل لسه، يعني كان اول مشهد معايا فانا اول ما اتكلم انا حتى بصيت كده رحت نسيت انا هقول له ايه، ما فهمتش هو بجد هو مش هو، حسيت مش ده اللي كنت بقى معاه بروفا. بس هي النبره دي عند واحد صاحبي فعلا ظابط، يعني هو بيتكلم بالنبره دي طول الوقت بيتكلم بالنبره. ازاي؟ عمرو بيه. مش المشهد ده، مش المشهد. عمرو بيه. مالك؟ الان مسلسل صعب. غادة احكي لي بقى اصعب المشاهد ايه، ورسمت شخصيه نهى ازاي؟ يعني شفتيها في مين؟ تاثرتي بيها ازاي؟ ما شفتش في حد معين، بس الواحد غصب عنه بيبقى عنده مخزون لشخصيات بيقابلهم في حياتهم. انا ما عرفتش ده غير بعد فتره. قابلتي محاميه كده؟ بالشكل بالظبط بالظبط لا، بس يعني انا اكتر حاجه بحسها ما بحبش امشي ورا حد معين، يعني الناس يقولوا اتفرجي على افلام اجنبيه او شوفي مش عارف فلان في ايه، ما بحبش اعمل كده. بحب ذاكرتي يبقى ده فيها موجود لما كنت بتفرج على الناس دي، بس ما كنتش بتفرج عليهم وانا قصدي اعمل الشخصيه دي. والله بيبقى اسهل لي لما باجي بعدين بركز، انا بقعد اتخيلها طول الوقت، يعني لما بقعد مع احمد او مع باهر او بقعد اقرا واقعد اتخيلها، بقعد اغمض عينيا كده واشوف ممكن شخصيه مش محاميه بس تكون شخصيه عندها القوه دي في شغلها حتى لو مش محاميه ومش واحده بعينها، يعني اقول انا قابلت ناس كده، انا شفت ناس كده، بعدين اتخيلها بتمشي، اتخيلها بتعمل، اتخيل انا لو انا في الموقف ده، اتخيل انا لو انا كنت انا دخلت حقوق وبقيت محاميه وتعرضت لده، اتخيل انا بقلبي اللي جوايا مثلا ده لو انا اتحطيت في موقف ناس مظلومه هقف جنبه ازاي، هعمل ايه، هل انا هبقى اعمل اللي عليا وخلاص ولا هزود، احط كل ده في بالي واروح واقعد اشوف احمد شايفها ازاي
وبجد ببقى داخله اول يوم لسه بحقيقي ببقى مش عارفه كل المخزون ده انا هترجمه في حاله واحده عامله ازاي. في الاخر بقى بيديني اخر دايركشن، انا عايزه تتكلم كذا، حركاتها كذا، هي مع جوزها كذا، هي مع استاذها كذا، هي في المحكمه كذا، يقعد كل ده كل كل ده قدام. اخش والله العظيم وحياه ربنا يا دكتور، اخش الاقي حاجه طلعت ما كنتش محضرها خالص، والاقي بيقول لي هو ده اللي انا عايزه. وحياه ربنا هتقول لي ازاي الناس مش بتصدقني، بس ده حقيقي بيحصل في كل شخصيه عملتها. عمري ما بقول هعمل زي فلان او علان او زي لما شفت في فيلم اجنبي البنت دي عامله ازاي او الراجل، لا. هل انت كنت في رهان مع نفسك في شخصية نهى؟ جدا، وكنت فعلا الرهان ده وحياة ربنا كنت حاطاه جوايا، ان انا فعلا لو ما عرفتش اعمل حاجة مختلفة واتحدى نفسي واطلع بحاجة انا نفسي اتخض من نفسي فيها، انا بعد كده هستسهل واعمل فعلا ادوار سهلة زي ما كنت بعمل زمان، ومش هدخل نفسي بقى في اختبارات ومتاهات. عايزة بعد اول مشهد ليها قلت ايه؟ دخلت في الشخصية جابتها؟ بص احنا عملنا لها خطه كده كانت لذيذه، ان هي احنا كنا بدانا يعني كنا بدانا احنا نصور، وكانت هي يعني كانت لسه بتحضر الدور، فعملنا لها مشهد لذيذ كده في العربيه، كانت بتتكلم في التليفون سهل بس كده. سهل، قلنا عشان هي من يعني حتى لو ما اتعملش حلو ممكن نعيده ونشوف لو هي ماسكه مثلا دايركشن مش حلو. هي عندها ميزه حقيقيه ان هي فعلا مطيعه جدا ومرنه جدا، يعني ساعات بتبقى داخله يعني شايفاه كده محضره حاجه وماسكه فيه جدا كده، وحتى تاخد بوز كده ثانيه ان هي مش يعني انا ساعات ببقى حاسس مثلا ان هي مش مصدقه قوي اللي انا بقوله لها مثلا، بس هي خلاص يعني انت عاوزه كده خلاص هعمله كده، بس انا كنت حاسه اقول لها لا طب يعني ايه امشي معايا بس ونشوف. واوقات كتير عندها طول الوقت مثلا ازمه الثقه دي، انا ساعات بقى عامله حاجه حلوه قوي تبقى مش مصدقه انها حلوه قوي، يعني لدرجه مثلا لا. في المحكمه مثلا تخش في المحكمه مثلا فالناس تبقى مش مصدقه ان دي غاده مثلا، الناس اللي قاعده مورياه جحيم ايام يعني مشاهد المحكمه ليه بقى؟ كل يوم قبلها بيوم بتعيط في التليفون ومش عايز تيجي، مش عايز اجل لي مشاهد المحكمه، وانا عايز ارجع الفلوس ومش عايز اشوف حد تاني، انا عماله اقرا في المرافعه واحضر فيها بس انا مش جاهزه بكره، واقول له ماليش دعوه طب جيب لي سكرين، يقول لي مفيش هتحفظي وهتفهمي وهتعمليه وهتعمليه وانا مستنيكي بكره، وما ينفعش اقول لك اقعدي ذاكري يا غاده، باي باي باي، تعمل نفسها مقموسه ومش عايزه يعني ما بتضحكش علشان مثلا ايه ما لو بجد يعني اديهم وش بقى كده عشان يقوموا قايلين طب خلاص بقى عشان لو عملت حاجه وحشه مثلا فاهمه انها مثلا ايه ما حدش يخش ولا حاجه بقى خلاص ما تعيديش يا غاده حلو كده بقى احنا خايفين نخش نكلمها مثلا اللي هو يمشي لي اي حاجه وخلاص. كده كنت خايفه من الدور؟ مشاهد المرافعه والاستجوابات دي كانت بالنسبه لي جحيم، وكان كل جمعه يعني الجمعه ده اليوم الناس تروح وترتاح، وبصور طول الاسبوع وكل جمعه محكمه عشان المحكمه تبقى قافله، ما احنا الحمد لله ما فيش بلاتو مش اي حاجه، احنا كل حاجه لايف كل حاجه حقيقيه. نشوف مشهد بقى هي في المحكمه بتعمل ايه. انا مساند التوك احنا على الهوا. على فكره انا اشتغلت معاه زمان وهو مساعد، زمان قوي عشان لسه صغيره جدا يعني، بس واحنا اشتغلنا مع بعض برضه زمان وهي صغيره برضه بس مش قوي برضه كانت صغيره برضه. انا اشتغلت من عندي 3 سنين ممثله مخلفه عندها 5. ناس كتير ما بتعرف ان هاد عندها ما شاء الله 4 اولاد. خمسة ما شاء الله في عين العدو صح؟ يعني مش قصدي بس هم في ناس يقولوا 4 وناس يقولوا 5 بس هم 5. يعني عندها 7 سنين. 6 ونص. دلوقتي هسألك بقى عن دور العمل والفنان أحمد فهمي. دور عمرو. مين بقى عمرو المذيع في هذا المسلسل؟ أحمد فهمي. أحمد فهمي. عمرو أمين. مين عمرو أمين؟ مذيع توك شو. هي نفس السؤال بتاع السؤال بوضوح يعني انت بتسقط على حد معين من الزملاء الاعلاميين؟ لا لا خالص اطلاقا يعني، وحتى احمد بالطريقه اللي طلعها بيه ما تقدرش تشوف فيه اي حد من مذيعين التوك شو المعروفين بعينه يعني. صحيح. لكن هتلاقي روح من حاجات كتير. دي كانت الصعوبه يعني الموضوع ده كان صعب جدا، انه ازاي تصدقه ان هو فعلا مذيع وفي نفس الوقت ما تحسوش ان هو اسمه عمرو امين في المسلسل. برضه الاسم يمكن يكون عمل حاله من التوتر عند الناس شويه، انه طب هو يقصد عمرو ولا يقصد امين ولا ما يقصدش حاجه، ده اسم. هي الفكره كلها. انت كان قصدك ايه؟ انا كان قصدي مذيعين التوك شو يعني على بعضهم. خدت منهم بس شويه حاجات سلبيات، ما اقدرش اقول انه ده يعني رايي في كل المذيعين، لكن انا اخترعت من قلب كل اللي بيحصل في التوك شو نموذج سلبياته اعلى شويه علشان نستعرض المطبخ الاعلامي من الناحيه السلبيه. ودي منطقه. لا بس عايز اقول لك انت هنا انت اتكلمت عن المطبخ الاعلامي بشكل يعني قوي جدا واللي بيحصل
وصاحب المحطة. يعني أظن دي برضو نماذج فردية ما نقدرش نعممها يعني. طبعا علشان كده احنا بنقدر نقول لو جوه لو احنا عندنا 20 صاحب محطة فيهم واحد كده احنا خدنا من الواحد ده تفصيلة، والمذيعين لو في 50 مذيع فيهم اتنين كده فخدنا منهم تفصيل وخدنا حاجات إيجابية في الشطارة وفي النجاح وفي التكنيك التقديم لكن هي الفكرة انه مذيع التوك شو في الخمس سنين اللي فاتوا من تاريخ مصر بقى شخصية حاضرة جدا في المجتمع المصري، يعني مؤثر بشكل كبير جدا عند المواطن ولو دخل في حياته وقراراته وآراءه بشكل قوي جدا. فاحنا كنا عايزين نتعرض للحالة دي وبس يمكن نعرضها بشكل من التفصيل قد يكون مؤثر بالنسبة للناس في استقبالها بعد كده. انه ما ينفعش ان اللي اسمعه من الدكتور عمر واسمعه من اي واحد تاني اصدقه على طول، انا لازم اشوف الدكتور عمرو ايه الفرق بينه وبين فلان وفلان وفلان طبعا وفلان. لازم الانسان يشغل عقله ويبقى عندي انا مقسم الناس اللي بسمع منهم لكاتيجوريز هقدر اتاثر بمين، مين ثقه ومين مش ثقه ومين قد يكون زهاء ومين مش زهاء. اسالك سؤال، الانتاج كان سخي؟ احمد يجاوب، صرفه كويس يعني؟ احمد يجاوب على الموضوع ده. طارق جناني صرف كويس، شاطر وذكي كمان. شفت يا طارق انت شاطر وذكي، المنتج الجميل والصديق عزيز طارق جنايني، برحب بيك يا حبيبي. ازيك طارق؟ ألو. طارق سامع كلام؟ قطع عشان مسافر اصلا. اتوطي ناخد منه فلوس. الانتاج كان ايه؟ كان عامل ازاي؟ لا شاطر ده مسلسل فيه انتاج، في اكشن، في سسبنس، احنا شفنا من شويه مشهد في اكشن وفي حركه عربيات وفي مصادمات ومواجهات. لا وكمان فكره طارق منظم جدا، يعني انا شويه يمكن عشان مثلا سني اصغر منه اكيد بكتير، ف احمد قد فكنا مثلا لما كنا بنيجي نشتغل على الكاست في الاول، فكان الاول لما قعدنا كانت الحدوته ممكن كلها تخلص بين فكره انها غاده وباسل اللي هم الدورين الاساسيين مثلا، بعدين لما بدانا نشتغل فكل شويه مثلا غاده معانا، بعدين نجيب باسل فنقعد شويه كده فاقول له مثلا، يقول لي طب انت بتحلم بمين مثلا؟ فاقول له مثلا احمد فهمي، فنجرب فنجيب احمد فهمي. استاذنك بس انا عايز ارحب بالنجم الجميل نورنا دلوقتي الفنان الكبير صبري فوان. صبري اهلا بيك، نورت شرفت حبيبي، شرفتنا، اهلا بيك، اخبارك ايه؟ صح، اتفضل اتفضل. صباح الخير يا يعني انا سعيد جدا بوجود الفنان الكبير صبري فواز معانا، نجم المسلسل الجميل. كنا بنتكلم عن الانتاج ولسه على الهوا معانا دلوقتي وقاعدين يقولوا الانتاج سخي جدا وكلهم خدوا فلوسهم تمام، ده معناها ان المنتج الجميل والصديق العزيز طارق جنايني منتج هايل كعادته. مبروك يا طارق المسلسل الجميل. شكرا يا دكتور جدا، وبسلم على كل الاصدقاء، وحشني والله اللي معاك كلهم جدا. وانت جدا يا طارق، وانت جدا جدا، كل واحد فيهم لسه فاضل له دفعه برضه، دفعه واحده يعني انت بتاع بعد التصوير يعني علشان ايه؟ والله لو دفعه واحده كويسه يا طارق، انا مش شايفكم دلوقتي بس قلت لاحسن ايد غدا تكون ايه استغربت لاحسن ايد. ايوه غدا الا هي يعني لا 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 واخدين كل فلوسنا طبعا. لا بالعكس، انت معروف، انت مشهود لك انك انت منتج محترف من سنين طويله وكل اعمالك كلها متميزه. بس خليني اسالك، مسلسل زي ده بالطبيعه البوليسيه اللي كان فيه ده مكلف انتاجيا عن الاعمال الاجتماعيه العاديه؟ طبعا، لان احنا ما عندناش احنا ما كانش عندنا ديكورات، احنا بنصور يعني ما دخلناش فلاتوهات تقريبا خالص، احنا كل اللوكيشنز اللي كنا بنصور فيها لوكيشنز خارجي، يا اما محاكم يا اما بيوت، فطبعا لا مكلف طبعا. طيب ايه بقى يعني بتشوف المسلسل بعد ما خلص تقييمك انت كمنتج ليه شايفه ازاي؟ والله بص، هو انا يعني هو المخرج بس كان ممكن يبقى مخرج احسن من كده شويه. انما البطله ايه؟ البطله اخبارها ايه؟ كان ممكن ممثلين احسن من كده يعني. لا 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 بص، حقيقي والله بجد المسلسل متعوضه ربنا يعلم انه حقيقي احنا تعبنا فيه جدا كلنا، لانه مسلسل مش سهل، ومن اول ما ابتدينا تحضير ليه ومن اول ما ابتدينا كتابه من وقت ما كان فكره مع دكتور بارد ودار وابتدينا فيه من فتره طويله لغايه لما استاذ احمد خالد دخل معانا في الموضوع وابتدينا نفكر والكاست وهنلم ازاي وهنعمل ازاي، لان هو المسلسل فعلا صعب والادوار اللي فيه كلها صعبه، وما ينفعش انه يبقى هو بطوله حد واحد بس، ولازم يبقى حواليه ناس ثانيه يشيلوا تمثيل صعب. فده كان اكتر حاجه كنا شغالين عليها، واكتر حاجه كانت قلقانه من الاول ان احنا نعرف يبقى معانا
الكاست اللي يعمل يعني اللي يوصل اللي احنا عايزين نوصله. وده الحمد لله الحمد لله بيتهيألي اختيار غادة عادل في الدور المحامية اللي هو كان فيه نوع من الريسك في مخاطرة. لا لا مخاطرة مين دي غادة عادل غادة عادل جامدة. اه لا ده لا لا ده غادة عادل دلوقتي غالبا هتفتح مكتب محاماه. انا خلاص يعني كده مش ملحق كده احنا هسيب التمثيل بقى واتفرج مع المحاميه وتجيب له اعدام برده ولا ايه؟ لا لا مش مش جبت عمرو امين براءه طلعته براءه بعد ايه؟ ده انا طلعت الشرايه اللي احنا كنا اتشرفنا انها كانت معانا السنه اللي قبليها في العهد. غادة طبعا غير انها ممثلة فعلا فعلا شاطرة جدا هي ألذ انسانة ربنا خلقها صحيح ودمها خفيف قوي والناس بتحبها دايما جدا ودايما الكواليس بتاعتها يعني دايما ابيض فعلا تحس انها من يعني انسانة بسيطة جدا ربنا يخليك يا دكتور جدا 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 وهي زي ما هي كده هي عشان كده على فكرة هي بتخاف انا بعرف غادة عارف من كام سنة يا طارق عشان بس عارف غاده من كام سنه ما تحسبش هي اصلا غاده عندها 21 سنه بالظبط انا بعرفها من 21 سنه برافو طارق الوحيد على شاف شاف البطاقه كنا صغيرين مع بعض انا ماضيه معاه شاف البطاقه على فكره انا بعتتك 21 انا بهنيك المنتج الجميل طارق جنايني على هذا العمل المتميز المتقن في انتاجه بجد بهنيك وبشكرك كنت اتمنى اكون معانا انا عارف انت مسافر فاسمح لي يعني نكرمك في نهايه الحلقه ونقول لك مبروك دايما ان شاء الله طارق يشرفني يشرفني كده متشكر ليك جدا والله وحشتني يا جماعه نتقابل قريب وانت ان شاء الله انا لو التكريم فلوس هاخده اه عشان بس ايه الدفعه الاخيره يعني يا جماعه هو طارق بعت لكم بره الدفعه الاخيره اه هنا الحمد لله الانتاج موجود بره مع الايصالات لا لا يعني ميرسي يا طارق شكرا متشكر ليكوا جدا خلوني ارحب تاني معلش انا عايز ارحب تاني يعني لي عندي كده يعني تقدير خاص ومكانة خاصة جدا وهقول لكم ليه طب تعالوا نشوف كده الفنان صبري فواز يعني انا بقدمه النهارده كصديقي ان ده الفيلم ده كان من اخراجي وكان مشروع التخرج بتاعي في معهد السينما وكان الطفل الجميل ده تامر حسني النجم الكبير النهارده والنجم الكبير ده اللي كان طالع شاب صغير جدا هو الفنان الكبير النهارده ده كان من 26 سنه ان 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 اه يا ما شاء الله 25 سنه 25 سنه محسوبك قديم يعني انا كنت لسه اتولد فده صبري فواز يعني انا اتعرفت عليه كنا زملاء وعشان كده ليه في قلبي مكانه خاصه برحب بيك مره ثانيه حبيت اعملك بس الويلكم عندنا كلنا والله مكانه وحياه ربنا احكي لي بقى يا استاذ المسلسل دورك كان رائع وبديع كعادة وانت دايما الحقيقه كل اعمالك جميله وبشكرك على وجودك النهارده انا عارف انت مقل جدا في ظهورك التلفزيوني تكاد تكون ما بتظهرش خالص واشكرك انك انت جيت ربنا يخليك ده انا اتشرف وبعدين اصل احمد خالد هددني انا قال انت جيش معانا في اي حاجه ما جيتش النهارده هخطفك فانا تحت امرك لا انت نورتنا والله الله يخليك وانا متشكر جدا لاستقبالك الطيب وشكرا للزملاء في الاعداد اللي عملوا الحاجات الحلوه دي ومتشرف ان انا في وسط الزملاء ومع حضرتك احكي لي بقى الدور بتاعك دورك مركب جدا يعني انت كل دورك مركب بس جمال الشربيني جمال الشربيني يعني انا خدته من منطق الشكل اللي هو فكرة صاحب القناة الفضائية بكل صراعاتها والجانب التاني بقى اللي هو البني آدم وعلاقته ببنته وبيته ومراته فكنا حاولنا يطلع منه بني آدم يعني مش مجرد صاحب قناة يعني والحاجات دي طلع شوية حاجات إنسانية حلوة وجابت صدى طيب عند الناس الحمد لله يبقى احنا حاولنا نعمل اللي علينا يعني كنا لسه بتكلم مع دكتور على فكره ان النموذج انتوا عريتوا او نقدتوا الاعلام الخاص بشكل قوي جدا صاحب القناه اللي عليه علامات استفهام كتيره المذيع اللي عليه علامات استفهام كتيره ما بين المهنيه او الحرفيه في الاداء مش المهنيه خلينا نقول الحرفيه المهنيه غير الحرفيه الحرفيه وبين ان هو بيؤتمر بامر صاحب القناه والموضوع بالنسبه له بيزنس في الاول وفي الاخر شايف الدور ده ايه؟ هل ده نقد واضح وقوي للاعلام او الاعلام الخاص الان في مصر؟ هو جزء من الموضوع حقيقه يعني علشان نبقى بنتكلم بشكل يعني هادي وما فيهوش مع او ضد يعني انه جزء من الموضوع ده انه ما فيش اعلام فير تماما في العالم مش في مصر بقى في الدنيا فده جزء من الحقيقه بالنسبه بقى لجمال الشربيني هو الشخص اللي في المسلسل مش اي شخص اخر موجود في الواقع بتاعنا هو الشخص اللي في المسلسل فقط يعني هو جمال الشربيني فقط ده له صدى في الواقع وارد
وارد جدا يحصل. والحقيقه الكواليس دايما فيها حاجات عظيمه. زي يعني ايه بقى؟ كتير. كل الكواليس احكي لنا كواليس يعني. الاعلام احنا اتكلمنا شويه دلوقتي احكي لنا بقى. يعني كواليس الاعلام فيها كتير من ده، فيها كتير من لعبه ازاي تتاثر. يعني هو تقريبا زمان كانوا بيسموها الارشاد، وزارة الارشاد. دلوقتي بقت فضائيات، فبس كل حد ما يعني عنده قناتين ثلاثه وبيحركهم بالطريقه اللي بتريحه علشان يوصل بقى النتيجه. في النص بيطلع حاجات زي كل المهن، حاجات حلوه حاجات مش حلوه، لكن ماهيش فير تماما طبعا طبعا. يعني خلينا الصراحه راح. ايه اصعب مشاهد بالنسبه لك اللي انت حاسس انها كانت؟ مشهدين. مشهد الطلاق بيني وبين وفاء الزميلة الجميلة الأميرة العمر، أميرة العايدي، ومشهدي وأنا بتعرف على جثة لينا. دول الاثنين كان عندي معهم يعني موضوع إنه فيهم شغل والآن مستني صدى الناس، صدى الشغل ده على الناس. نشوف مشهد الطلاق. طيب يلا. اداء صعب ودور صعب وتعافر. شغل مع غاده عادل بقى، عملت ايه مع صبري فواز؟ احنا مش اول مره، ثالث مره. ايه اللي عملتوا مع بعض؟ عملنا سر علني وعملنا العهد وميزان. ثالث عمل مع القمر. قلت كده عشان اشوف صبري، قلت لك ثاني مره اقول لك عشان ظابط هتخوفني. لا وصوته خلي بالك، انا محاميه خلي بالك. كل شويه اقول له ممكن تقعد عشان اشوف صبري ثاني مره، ثاني مره اقعد عشان اشوف صبري. احكي لي غاده بقى كواليس العمل بقى، ايه اللي بيحصل بقى مع صبري مع احمد؟ والله اللي انت شايفه ده طول النهار نعمل كده والله العظيم، نائر طول النهار، يعني نصه عياط ونصه ضحك. لا هو بس قبل مشاهد المحاكمه بس التوتر، ايام المحاكمه يوم الجمعه، انا بتوتر يوم الجمعه بس. الايام لا، احنا من اول من ايام العهد احنا مع بعض، كمان في العهد انا واحمد وصبري، فكان واخدين على بعض جدا. وانا من ضمن الحاجات اللي دخلت فيها مستريحه برضو ان هم معايا، ان انا ناس واخده عليهم عارفاهم، عارفه صبري بيقف معايا ازاي، وعندي كان مشاهد معاه في العهد كمان قويه جدا، فانا بستريح لما اشتغل معاه يعني بحس بامان. بس احنا طبعا هزار وضحك طول الوقت، غير بقى في المشاهد. في حاجه كمان انا اسف لقطع غاده، انه الراجل ده المخرج احمد خالد اوردره الاوردر برنس. والله والله العظيم. والله انت يعني الاوردر نفسه، مش الشخص قصدي، الاوردر حالي تحس انه برنس، اوردر برنس، يعني مفيش عنت غير في الفنيات انك تطلع حاجات فني حلوه، لكن عنت انك تروح تيجي تعمل تخلي خالص، مفيش توتر، وطول الوقت عامل حاله من حالات الفارد، هو حاله من حالات الهدوء والركلسه على اللوكيشن الحقيقه. يعني هل ممكن يديك تصور الاداء غير اللي انت حاطه؟ كتير كتير كان بتقبله طبعا، رغم انك انت راجل فنان كبير يعني. طبعا لا، ما في حاجه في العلاقه بين المخرج والممثل، انه انا يحق لي كممثل ان اشتغل مع من اشاء او ارفض اشتغل مع من اشاء، لكن وانس اشتغلت مع الاستاذ فلان انا تحت امره بالظبط، وتحت امر وجهه نظره دي في العمل، او خلاص بلاش انت جاي يعني تناكد خلق الله يعني، يعني يا اقول لا او ما تشتغلش معاه، يا قلت يبقى انت بتمشي على وجهه نظره ورؤيته هو، لان هو صاحب الرؤيه في الاخر المخرج. بس عايز اقول حاجه مهمه في القصه ديت يعني، بس هو عشان دايما طول الوقت بنشتغل من فكره ان احنا مع بعض في الموضوع يعني، المسلسل ده بتاعنا كلنا، فانا طول الوقت كنا بنتناقش، لان اكيد مفيش بني ادم بيشوف كل حاجه اصح من كل الناس يعني، مفيش حد بيعمل كده. فانت النهارده لو ما احترمتش خبره الراجل ده والست دي، انه الناس دي نجوم من قبل انت ما تبقى مخرج، من قبل ما مش عايز اكبرها، من اول من قبل ما ابقى مساعد يعني، فاهم قصدي؟ فالناس دي النهارده عندهم خبرات كبيره، فانت لازم تتناقش. والحمد لله ان انت عندك الميزه ان انت تقدر تاخد انت القرار يعني، اللي هو احساسك انت بقى هو اللي بيطلع في الكاميرا. بس النهارده لا، ما يعني اوقات كتير جدا لا، ممكن ياخد دايركشن تبقى انت ما تفكرش فيه يفاجئك بيه يعني، وبيسمعنا وبيقول لنا طب والله العظيم يعني اكتر حاجه بجد بتجيش، مهما كان وجهه نظر يقول لك طب قول لي حاسس ايه وعايز تعمل ايه وكده، ويجربك وممكن يقول لك صح اعمل ده بالظبط. انت ممكن ما تبقاش شايف اللي هو شايفه يعني، هو ممكن يبقى حاسس يعني مشهد الطلاق ممكن مثلا تفصيله البوسه مثلا بتاعت راسها مثلا ممكن ما تبقاش بتاعتك، ممكن انا اشوفها ساعتها اقول له مش حلوه مثلا، او اقول له او هو فاجئني بيها فطلعت حلوه جدا، فقلت له لا يعني احنا في اعملها
يعني لا اعملها تاني واغير بقى. انا ممكن اغير طريقه التصوير بتاعتي، انا احط كاميرا في مكان تاني عشان اخد احلى حاجه في ده بالظبط، شوت تاني عشان. طب ده جو حلو جدا على فكره، يعني جو صحي جدا ان الكل بيكمل بعضه. انا لسه بقوله انا حاسه المسلسل اتعمل كده يعني، ما عدناش 3 انت يا غدا حسيت انه نجح بعد اني حلقه؟ من اول ما بدا الناس كلها بتدور معايا على مذكرات شريف مختار. كل الناس بتدور معايا. احمد انت حسيت انه نجح يعني امتى قلت خلاص احنا بجد؟ اه الحلقه الاولى. الاولى مظبوط. انا موافق جدا لان انا اتشددت. انا لسه كنت خايف. لا احمد بعت لي اسئله غريبه جدا اول يوم، انا عمري ما انساها. قال لي انا بالنسبه لي مرضي بالحلقه الاولى، لو هتشيلني من 29 التانيين انا تمام. انا بالنسبه لي تمام. دكتور امتى حسيت ان المسلسل اثر؟ يمكن في نفس، انا كنت متفائل خير من الاول. يمكن كان في بينا مكالمات انا واحمد في انه يعني مطمنين نوعا انه ان شاء الله احنا في حته كويسه، لكن رد فعل الناس على المذكرات اللي اختفت، انه انا ابتدت تجي لي مسجات كتير من ناس كنت بفطر عند امي واخواتي كلهم موجودين وانا ممتنع عن ان انا اقول، والناس كلها عماله تعذب فيا علشان غير طبيعيه. في حديث ماشي في انه فين المذكرات، وده معناه انه بيتابع المسلسل وبيشوفه، والسؤال ده همه. فاطمنت بقى فعلا من المرحله دي، اطمنت انه احنا ان شاء الله يعني متشافين متشافين. احمد كان متاكد من ايام التصوير يعني. صابر انت امتى حسيت ان المسلسل خلاص يعني حقق المطلوب، عمل نجاح؟ من ساعة ما الناس كل اللي قابلني يقول لي مين قتل لينا. أنا كنت في مأساة يعني. مين قتل لينا؟ بس واضح إنك أنت عشت المأساة دي أوي، يعني أنا شايفك كنت عايشها يعني ما أعرفش أنت كنت بتروح بيتك إزاي بعد الدور ده؟ بتعرف تفصل ولا كنت؟ لا الحمد لله بعرف. لا هو شاطر، ما أنا لسه كنت بقول لك الموضوع، هو شاطر قوي في الموضوع ده، يعني هو بيخش عندنا مشهد مثلا صعب جدا هو مرتاح جدا، فهو بيخليك انت كمان مرتاح. يعني مثلا احنا عندنا مشهد صعب، هو بيقول لك ان المشهد دي كانت قلقاه، بس احنا مصورينه مثلا لو في ميكنج هو داخل وما عندوش اي حاجه قلقاه، يعني ما يعني انا مش شايف ان كان في حاجه قلقاه ومخوفاه او كده. هتويل يا بينا. اسالني انا عارف هتويل فاهم، ويعني وعادي، ويعني مفيش مشكله. انا ما بحسش دايما عنده مشكله، على العكس يعني. انا مستفدت منه جدا والله حقيقي، من الناس استفدت منها جدا، وحتى ربنا على المستوى الشخصي وفي الشغل. لا راجل خبرته هايله جدا ومتمكن جدا، يعني بيعمل كل حاجه بارتياحيه كبيره. طب نوها انت بقى، وانت يا نوها بترجعي البيت شوفي بين ذلك يا نوها. انا برجع البيت ورقي في ايدي بنام بيه واصحى بيه. ايوه عامله ايه بقى في بيتك مع مجد الهواري جوزك واولادك الخمسه؟ اي حد الايام دي كلمني حاجه، ورحت الساعه كام ورجعت الساعه كام وحطيت له فين فيقول لي في ايه وبعدين فوق. لا 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 ولا حاجه يا حبيبي، طول النهار اسئله. خلاص مفيش لحظه كده تخيلتي مجدي بس الخياط؟ لا 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 التشخيص هو الحمد لله مجدي بيتحشاني دايما فترات التصوير. يعني كنت متقمصه الشخصيه حتى في البيت؟ الشخصيه دي بالذات كان بيخش بيلاقيني 24 ساعه ماسكه الورق، قاعده نايمه والورق في حضني، قاعده في الليفنج والورق معايا، بزعق والورق معايا، بطبخ والورق. فالراجل قال لك لا الست دي مش طبيعيه، بيقول لي انا عمري انت في ايه؟ هو انت اول مره تمثلي؟ اقول سيبوني في حالي، ما حدش يتكلم معايا طول النهار كده. هو ده بيتكلم معايا تحقيق. غدا كلمه اول مره تمثلي، وانا قلت لك الكلام ده واحنا بنصور، غدا عندها درجه من الصدق والتلقائيه، من كتر طغيان تلقائيتها بيبان فيها حاجات حرفه مبهره. والله قال لي كده في التصوير وقعدت اعيط. والله فعلا في حاجات اللي هي بالورقه والقلم دي 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 حرفه فيها كذا وكذا 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 وكذا، هي بتقوم عاملاها. انا ما عنديش، هي شديده جدا، ما بسطرش جدا. بس تعال حطها على المسطره، بسم الله ما شاء الله اصلي حبيبي. من بدري حبيبي. من يوم ما اكتر مشهد يعني عجبك ليها؟ مواجهتها لخالد تمام، سلام مذكرات قويه. لا حوارهم في البيت كمان والبيت كانت لما نشوف المشهد نطلع فاصل نرجع نكمل حوارنا يا حبيبي. هل اعتدت الوقوف في الكلام؟ اهلا بحضراتكم مره تانية، واحنا النهارده يعني بنلتقي مع نجوم عمل من اهم الاعمال اللي عرضت على قناه الحياه خلال رمضان، الميزان. هذا العمل اللي حاز على اعجاب الجمهور والنقاد، وده شيء يعني في حد ذاته جدير ان احنا نقدره ونحترمه. عايز اسالك على بقى فكره عمل بوليسي، وفي غدا عادل، وفي صبري فواز، وفي احمد، وفي نجوم كتير جدا جدا. فكره اختيار الادوار، هل اختيار الادوار بيكون سهل؟ هل بيكون اصل الممثل يعني انت مثلا لما اخترت غاده اخترتها بشكل ان هي عمرها ما عملت الدور ده قبل كده، فده بحد ذاته في نوع من المخاطره، وفي نفس الوقت في نجاح انك انت نجحت. هل بتميل الاختيار بنفس الطريقه دي في باقي الادوار ولا؟ اه
ولا الظابط يبقى ظابط والحرامي يبقى حرامي. لا والله على قد ما قدرنا يعني. كان مناقشات كانت بتبقى كتير بيني وبين جنايني, بيني وبين طارق, وكنا بناخد حتى وقت. وكان في حتى ادوار مثلا الناس بتشوفها مثلا بسهوله, مثلا يعني مثلا من ضمن الادوار مثلا عند استاذ صبري. فاستاذ صبري جايب منطقه الشر دي كان مخلصها خالص. فالناس طبعا اللي مساعدين الاخراج واحنا قاعدين بنشتغل كده, فكلهم واحنا بنقعد يقولوا صبري فواز يعمل دور الدور اللي عمله بيومي فؤاد, انه ده الطبيعي ان صبري فواز يعمل. وبيومي فؤاد كان دوره جديد بالظبط. حتى بيومي فؤاد ما كانش ده دوره يعني, يعني كان اختيار بصراحه. عشان كده بسالك سؤال بالظبط. فهو الناس كلها لما قعدت يعني المساعدين حتى واحنا بنقرا, كان كل الناس شايفه استاذ بيومي في الدور بتاع استاذ صبري, واستاذ صبري في الدور بتاع استاذ بيومي. فانا قلت يا جماعه ادوني 3 ايام افكر. وقعدت افكر, هو الموضوع مش فكره انك تغير وخلاص. هل لو خدنا استاذ صبري, ما كناش لسه بعتنا لهم يعني, لو خدنا استاذ صبري في الدور ده وخدنا بيومي في الدور ده, هنقدر نعمل بيهم الاثنين حاجه مختلفه يعني؟ وانا شايف ان هم الاثنين يعني عملوا الدور احسن ما يكونوا, كانوا الاثنين جداد كل واحد في منطقته يعني. الطبيعي ان هو يعمل الشر وبيومي الناس واخده عليه انه يهزر ويبقى لطيف وممكن تتعاطف معاه اسهل في فكره بنته او كده, بس انك تخليهم كده اعتقد ده اللي كان اجدد. نفس الموضوع بالنسبه لغاده, ان انت مثلا غاده معظم الادوار بتاعها لذيذه وبطبيعتها وكده, فانك تخليها يعني. انا فاكر حتى لما كانت مع مامتها في مشهد كده كانت دخلت فرجعت غاده, كانت مع استاذه سلوى فرجعت هزرت كده, فقلت لها لا ما تعمليش كده. قالت لي لا عادي ده مع مامتي يعني ما فيش مشكله. قلت لها لا هتبقي مش انت, مش هتبقى نوها خالص. فكان عاجبني ده. والناس هتفتح مكتب محاماه خلاص هتقعد تشتغل. هي اوريدي بتوضح لو عندكم اي مشاكل نيجي لك. حد عنده مشاكل احنا له. انا عايز اسال سؤال, دور نهى ده بيمثل ايه؟ شايف قيمه الدور ده, المحاميه الشريفه اللي بتبحث عن الحقيقه وبتدافع عن البريء لايمانها انه بريء؟ انا حاسه ان قيمه الدور ده ان يا ريت كل حد يفكر في مهنته بالشكل ده, مش بس في المحاميه. لو كل واحد فكر ان انا مش دوري ان انا اعمل وظيفتي لغايه هنا واقف عليها, لا ان انا ادافع عن الحق وان انا اكمل. لو كل واحد عمل كده في مجاله يعني اكيد البلد هتبقى احسن من كده. وفي ناس كتير جدا جدا يعني شافوا ان شخصيه زي نهى المحاميه دي, ان انا لما ابقى محاميه واحده من البنات مثلا كتير قالوا لي لا انا هروح وهدور وهتعب وهكلف ناس تعمل, والموضوع مش استسهال. عجبتني الشخصيه اللي هي مكمله للاخر حتى لو كان ده هياثر على حياتها. فده في حد ذاته حاجه الناس احترمتها وحبتها وصدقتها, وانا حسيت ان انا عامله حاجه ليها معنى. وحسيت كممثله كمان ان الشخصيه دي اضافت لي انا كمان في حياتي, اتعلمت منها حاجات حلوه كتير يعني. حتى في حياتي مع ولادي ان انا ازاي اعلمهم ان هم يدافعوا عن الحق, ازاي اعلمهم ان هم يقولوا الحق لو على رقبتهم, حاجات كتير. وناس كتير بعتت لي كتير جدا ان هم ولادهم. انا عايز اهنيكي طبعا بتخرج بنتك طبعا. تخرجت من المدرسه بس عشان تخرجت من الجامعه. فحتى ولادي كانوا فخورين جدا بشخصيتي في المسلسل وكانوا حابيني جدا, خاصه ان هم عارفيني انا كماما في البيت. انا طول النهار اهزر واضحك, فلقوا يعني شافوا ماما ممثله بشكل جديد. فده اضاف لي حتى انا في شغلي ان انا بقيت افكر ان مفيش حاجه صعبه, ان انا لما اجتهد واحب الشخصيه اللي بعملها واصدقها وابقى عايزه اعمل منها حاجه تفيد الناس والناس تبقى فرحانه وهي بتتفرج عليا, ده خلاني عايزه ادور على الاصعب. طب وانت بتتفرجي على نفسك دايما, كل واحد بيقيم نفسه, ايه الديفول اللي انت قلتي يا بس كنت عملت كده كنت صلحت الحته دي؟ لا في كتير بحس ان انا اقعد اقول يا ريتني هنا كنت ركزت اكتر, يا ريتني هنا كنت, لا كتير كتير ده في كل في كذا مره. بس هنا برضو عشان الشخصيه كمان يعني ما فيهاش يعني المفروض ما يبقاش فيها غلطه. لا كتير كتير, بس مش حالفت جوزك في الاخر مش السجن, مش نظر الناس للمشهد ده. عموما انت عديت الدور بشكل جميل. احمد, دور ضابط الشرطه, انت عملت دور الضابط اللي هو زي الكتاب ما بيقول. من غير صوته طبعا, صوت عمرو بيه وكده. افضل اتكلم كده؟ لا اتكلم عادي. التون ده بجد والله ياثر عليا يعني في وقت كبير جدا احنا بنصور المسلسل يعني. قعدت فتره كبيره بروح ازاي. انت ممكن تعمل ناريشن على فكره, مش عارف بقى ممكن بقى هي تشتغل محاميه بقى وانا اعمل كده. بس ناريشن ده شغلتك برضه زي ما انت. زي ما انت بس فلا بقيت بجد والله تعبني, لان انا طول الوقت يعني بقعد في اللوكيشن مثلا 12 ساعه, فبروح بقى بالتون ده طول الوقت ماشي بقى بالتون المبحوح ده. فده اثر. دور ضابط الشرطه بالنسبه لي كان دور صعب جدا, ومشاهد الاكشن كانت صعبه جدا. احمد عارف طبعا مشهد الاكشن اللي هو كان في اول حلقه ده, فالعربيات كانت بتنال المطارده اللي ما بين العربيتين. كنا بنصور في مكان كده, فالمكان ده كله يعني اسفلت وحاجات كده, كل ده كان في وشي يعني. تعبت بعد فتره جدا. خدت بدل على الحاجات دي يعني, دوز زياده اجر. انت لسه بقى مع الدفعه الاخيره. مع الدفعه الاخيره على الاخير. بس الصوت ده من يعني من اهم التحضيرات الممثل يحضرها, دي من اصعب الحاجات.
ان انت تغير صوتك كمان مع الحركه مع كل حاجه. الصوت ده اصعب حاجه، يعني بحس ممثل صوت، يعني ممكن احس من ولو انا مش بتفرج احس ان الممثل ده مثل حلوه التفت من صوته. طب انت عملتي كده، انت لو شفتي المشاهد بتاعتك في الاستجوابات في المحاكمه في المحكمه، انا برضو كنت انت بتلعبي بثري ليفلز في الصوت من تحت لفوق عماله يعني هو كان مخليه وتعلي وكريشندو ديماندو وطالعه ونازله والصمت والنفس، يعني حتى الجبال كان يقول لي ان هو ما بيتكلمش بسرعه، ان هو كان في اتفاق على طريقه كلامه. فنانة كبير صبري فوازي، نفسك تعمل ايه بقى؟ ايه الدور اللي نفسك تعمله؟ يعني انت ما شاء الله كل اعمالك جميله بقى، يعني فتره طويله اعمال كلها متميزه، فرصه بهنيك على الهواء على كل حاجه حلوه. نفسك تعمل ايه؟ الدور ما عملتوش لسه.